أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: يحصل شك واضطراب عند الناس في إثبات يوم عاشوراء، والسؤال: هل من حرج على من صام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر يدرك بالتأكيد يوم عاشوراء؟ ثم هل ينال بذلك فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ الإمام ابن القيم في زاد المعاد لما تكلم على صيام عاشوراء قال: إن صيامه على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يصوم اليوم الذي يصوم اليوم الذي قبله، يصوم يوم عاشوراء ويصوم اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده ثلاثة أيام، وقال هذا هو الأكمل والأفضل، أنه يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، فيكون المجموع ثلاثة أيام. الصفة الثانية أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله أو يوما بعده، يصوم يومين. والصفة الثالثة أن يصوم يوم عاشوراء فقط، يوم واحد. وأكملها أن يصوم ثلاثة أيام ثم أن يصوم يومين. وإذا صام يوم واحد يوم عاشوراء هذا مجزي، هذا مجزي، لكنه مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من صوم يوم قبله أو يوم بعده، لكنه مجزي، يحصل على الأجر بقدر ما قام. ولا تعتبر أيام عاشوراء لا تعتبر عن ثلاثة الأيام من كل شهر، لأن ثلاثة الأيام من كل شهر مستقلة، ومحلها الأفضل في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أيام البيض، هذا محلها الأفضل. وإن صامها من أول الشهر أو من آخره أو من وسطه فلا بأس. صيام ثلاثة الأيام من الشهر غير صيام أيام عاشوراء، هذه سنة وهذه سنة، كما أن ذلك أيضا غير صيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. السنة كل سنة في محلها. نعم.